مرحبا. الحفاظ على جسم مرطب مهم جدا خلال شهر رمضان. لتفادي العطش من الأفضل شرب الماء تدريجيا بعد الإفطار، تفادي البهارات والمأكولات الحارة، الإكثار من الفواكه والخضار الغنية بالمياه مثل التفاح البطيخ، التقليل من نسبة الملح، تفادي المخلل. إذا شعرت بالتعب خلال شهر رمضان من الأفضل استشارة طبيب الأسرة. مركز الدكتور سليمان الحبيب بشارع الشيخ زايد بأمن أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية لنتائج أفضل. شكراً.